تنهم واحد الناس هادو جالسين توقعوا بالدباز مبغا فينا تما هو دين هرسوا لي الطوموبيله مشيت انا عنده هنا كنسبو قلت له الا ما تهرسوا الطوموبيلات ما تشبكوا بيا بالشفاري وانت تشبكوا فينا بالشفاري هنايا هرسوا لي الطوموبيلات تما لقيت ما ندير هنايا بقيت عيت ما عيت ما ندخل في وسطهم انت كتشوف حالتنا كي دايره كناكلوا طرف دخل هنا واحد 60 درهم في النهار كنتعاونوا فينا وخويا انت كتشوف هذه مده 30 سنه وحنا هنا في هذه البلاصه هذه ودابا انت كتشوف واش هاد الناس هادو تصل لهم هالطاكسي هادو واش عيول لي يجي غدا انا كاري عندي ثلاث دولاد هذا هو معوق حتى هو من يدو حتى هو طرح له يدو هنايا ما كاين لا حميه لا حتى شي حاجه لا لا المخزن اللي يتعاون معك لا والو حنا عايشين هنا في يد الله وصافي رجعنا لقينا الناس هنا بالصفاري كيضربوا الطوموبيل ديالك كتضرب ما تقاش تجد ليها العساس مضروب وروينا هنايا خدامين في الصفاري وروينا كل شيء ما كاينش اللي قد يزيد كل شيء كيتضرب هنا الطوموبيلات بزاف تضربوا العساس لقيناه مضروب حنا ولينا عايشين بحال اللي عايشين هنا في شي غابه ما كنقدوا لا نخرجوا لا بالليل لا بالنهار مره والكريسيو ما تبقاش تخرج تتصلي حتى الفجر ديالك ما تبقاش تخرج نطلبوا من السلطات تشوف من هذا حالة هذا المواطن هنا راه كيلقاش الراحه لا ليل لا نهار اخويا حنا خدامين وكنجيو نستاريو هنا لمده ديال 25 سنه ولا 26 سنه حنا كنصطاليو هنا ما عمرو وقعنا شي مشكل دخلنا نعسنا حتى الساعه سمعنا الصداع خرجنا لقينا السيارات مهرسين العساس مضروب حنا كناشدو السلطه باش تقوم بالواجب فات وقع هادشي هنا فات وقع شحال هذه ولكن ما تقصناش حنايا ولكن دابا حاليا تقصنا حنايا هاد الناس من الحومه سماوهم لنا كاين الدراري هنا الاخوان ديالنا كيعرفوهم ورا صرحوا بهم للسلطات الامن وحنا كننتظروا الرد كيفاش غيكون خويا انا جيت حطيت الطوموبيل ديالي كما موالف العاده ديما كنحط الطوموبيل هنايا كندخل انا ساكن هنا يعني عندي الدار انا كنسكن قدام الطوموبيل فين واقفه انا كنت ناعس انا ما عارف والو انا كنت ناعس حتى جيت سمع حتى شفت عصابه هنايا ما كاين كيشيروا هنايا بالسيوف وبالشفاري طوالين هرسوا الطوموبيل انتم كتشوفوا مهرسه احنا دابا حاليا حنايا ولينا عايشين في الرعب حنا وكنشدوا الامن وكنشدوا السي عبد اللطيف الحموشي الله يجزيه بخير حنا راه ما بقيناش كنعسوا نهائيا ما بقيناش كنعس مره كيوقع هذا الشيء هذا راه شحال من مره داز هذا الشيء هذا كيوقع الضرب كاينين خمسه الطوموبيلات اللي تهرسوا وبعد الاشخاص راهم مضروبين كاين اللي مشى للطبيب كاين اللي مشى لهاد منهم العساسه كاينين جوج عساسه راهم السيد عساس راه غير معوق مسكين ما عنده حتى باش ما عندوش فين يخدم راه السيد واحد عنده غير يد واحده راه ما عندوش فين يخدم هادشي كيترزق الله هنايا راه ما عنده لا فين يخدم لا والو اذا حتى هو راه تضرب وخوه تضرب والطوموبيلات انتم كتشوفوا كاينين خمسه طوموبيلات كاين اللي انتم كتشوفوا الحاله ديال هادشي هذا حنا كناشدوا الامن وكناشدوا السي عبد اللطيف الحموشي الله يجزيه بخير يشوف من الحاله ديال هاد الناس يشوف من حالتنا حنايا نتامنوا بعدا شي شويه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس